أهلا بك عبد الجليل حنديس، هل من معطيات جديدة حول هذه الجريمة؟ صباح الخير زميلتي إيمان. صباح والله النور. في الحقيقة زميلتي إيمان لا توجد أي تسريبات، نحن ننتظر أي تصريحات ربما من طرف الجهات القضائية أو الجهات الأمنية. إيمان، هذا التكتم حول المعلومات ربما يعود لحساسية القضية، وهي كون أم تقتل فلذات أكبادها بطريقة بشعة جدا، حيث سكان قسنطينة لحد الساعة لا زالوا تحت الصدمة، والشارع القسنطيني مصدوم من هذه الجريمة البشعة. فقط هناك معلومات تقول بأن الوالدة كانت تعاني منذ أيام من اضطرابات نفسية، وقبل حدوث الكارثة بيوم كان راقي في المنزل حسب شهود عيان وجيران المجرمة. نعم، ومعلومات أيضا تشير زميلتي إيمان إلى أن الوالد في حال غيبوبة ومتواجد عاش في المستشفى الجامعي في قسنطينة بعد سماعه الخبر، ولم يصدق ما حدث من كارثة. التي أنا بها هي أن ربما الجيران قالوا بأن الجانية أو الوالدة، أنا فهم الوالدة عشرة، تم إخفاء الرؤية أو اضطراب نفسيتها حسب ما أعلم. لماذا ربما أخذ بعين الاعتبار الاحتياطات مع أنه الوالدة لم تكن بحالة صحية جيدة، يعني نفسية جيدة؟ لماذا لم يتم أخذ ربما الاحتياطات، يعني ربما ياخذوا كما نقولوا يعتنيوا بالأطفال حتى ما تقعش مثل هكذا جريمة؟ نعم زميلتي إيمان، سؤالك هذا مهم، لأنه نحن البارحة وبتواجدنا في منطقة البوسكي في الحي اللي صارت فيه الجريمة، أكد لنا أفراد من العائلة اللي لم يستطيعوا التحدث أمام الكاميرا لوضعيتهم النفسية الصعبة، أكدوا أن الأفراد العائلة كانوا غائبين عن كما نقولوا عن المدينة، كانوا ربما خارج الولاية في عنابة أو ما شابه، مع العلم أنه العائلة كانوا يتبعوا الأطفال قبل حدوث الكارثة، لأنه أفراد عائلة الوالد يقطنون في نفس الحي في عمارة مجاورة للعمارة اللي حدثت فيها الكارثة. عند حدوث الكارثة يوم البارحة كان أفراد العائلة غائبين ربما خارج الولاية، لا أدري لماذا، لكن كانوا غائبين خارج الولاية، والوالد أيضا كان غير موجود في المنزل، وبالتالي الوالدة فعلت فعلتها وحدثت الكارثة. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الجليل الحنديس، في انتظار ما ستفضي أو سيفضي إليه التحقيقات مصالح الأمن، ننتظر أن توافينا إن كان عندك جديد بخصوص هذه القضية من الأهل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.